وذا الناس والله من أجرم خلق الله عز وجل. لكن الطريقة الركينية خدعت كثير من الناس بمسائل. المسألة الأولى في الاسم، الطريقة الركينية السنية المحمدية للآخرية ما عندهم علاقة بالسنة ولا بالقرآن ولا بمحمد عليه الصلاة والسلام. ده طريقة بتاع الدجل وشرك بالله وكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان الركيني ذاته طلع المنبر ما لقى له خطبة يقوله، طبعا ما بحضروا النازل، حك راسه جاي نجر له كطبة وقتي دليبة كبيرة خلاص. قال كان في شيخ صوفي والحيران قال جاع وما لقوا أكل، قال طلع فوق راس البيت. طالع فوق ليه؟ ما قلت والله ما فوق، أنت مجنون ولا جنون؟ قال طلع فوق رفع يدينه لله وقال اللهم الحيران جعانين. قال فأنزل الله له فولا، قال الحيران تيك وحدين قلبوا هوبة وحدين زغرة النساوين. وكأني بذلك العبد الصالح صعد إلى سطح بيته وهو جايع وتلامذته جوعى ومر الخد على سطح البيت على التراب، تمرر بالتراب ثم بكى فقال اللهم انت ربي انهم يبكون الي، يعني اطفاله، وانا ابكي اليك وانا ابكي اليك. فانزل الله له غيثا، او غيث ليس من ماء، انزل الله له غيثا من فول ومنع سطح البيت، صار ياكل ويطعم عياله ويتسلط على جيرانه. بالله عليك الذي علينا نحن، قال فأنزل الله لو فولا، فيه زي السمسم ولا ما فيه؟ فولا. قال جماعة بعدين يكبروا ونسواني زغرة، ونحن زي ذاته ما عرفناه جامع ولا محل بتاع سيرك أو محل بتاع قلة أدب، نسواني زغرة وحدين يقلبوا هوبة وحدين ينططن، ناس مجرمين ناس كذابين. والله تحضر الخطبة خطبة ذات فريدة من نوعها، لا كانت عند الإباضية ولا عند الخوارج ولا عند المعتزلة ولا عند الجهمية، خطبة جديدة بنج، خطبة كلها قلب هوبة وناس بنط فوق وناس واوين بزغرة. يا ناس ده دين، اتقوا الله، خافوا من الله سبحانه وتعالى. ده دين الصوفية.